اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. النهارده معانا مجموعه من الاخبار كتيره جدا، ومعايا حاله كمان النهارده. اتمنى ان الوقت يكفي لكل اللي احنا محضرين ولحضراتكم، بس خليني ابدا ب النهارده الصبح سيادة الرئيس السيسي شهد حفل تخرج دفعه جديده من كليه الشرطه، دفعه 2022، دفعه جديده تحمي وتحافظ على شعب مصر العظيم. لأول مرة النهاردة بنشوف إن في طالبات للشرطة شاركوا النهاردة في عرض حفل التخرج، وده بيعكس ما شاء الله، يعني وانت بتتفرج عليهم كده بتشوف قدراتهم على تنفيذ المهام الصعبة. لا، عندنا برضو شرطيات جامدين. يعني خلال الحفل النهارده كان في اكتر من تصريح في غايه الاهميه لسياده الرئيس. خلال الحفل النهارده زي ما بقول لحضراتكم، دفعه جديده تحمي وتحافظ على شعب مصر العظيم. سياده الرئيس النهارده قال انه الدوله بتتحرك في تطوير قدراتها وادائها ومهاراتها، وان استقرار الدوله المصريه شهد تحسن كبير بفضل الله وبفضل أبناء مصر في الشرطة وفي الجيش وكل قطاعات الدولة. سيادة الرئيس النهاردة وجه تحية لأسر الشهداء، وقال إنه الشهداء قدموا ثمن غالي لحماية وتأمين أكتر من 100 مليون مصري. قال سيادة الرئيس النهاردة كمان بفضل الله ورجال الجيش والشرطة بقينا في مكان كويس، وإن البلد لو كانت راحت ما كانش هيبقى في مستقبل لحد خالص. جملة في غاية الأهمية. ربنا دايما يا رب يحمي مصر ويحافظ على مصر وعلى شعبها العظيم. قال النهاردة سيادة الرئيس لخريجي كلية الشرطة، تسلحوا بالعلم والأخلاق، مصر أمانة في رقبتنا كلنا. قال كمان سيادة الرئيس إن المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية كبيرة قوي. شايفين العرض وتخريج دفعة جديدة، نتكلم إنه شباب مصر الجداد من دفعة تخرج النهاردة 2022 دول اللي مع زمايلهم اللي موجودين ومع الدفعات القادمة، هم دول اللي بيحموا الشعب المصري العظيم، شرطتنا العظيمة. زي ما حضراتكم شايفين قدرات غير عادية، بسم الله ما شاء الله، حاجة تخض يعني الواحد وهو بيتفرج كده لازم يقول ما شاء الله. يعني واحنا في بنحتفل بانتصارات اكتوبر العظيمة والعظيم الراحل رئيس السادات، عايز اقول لحضراتكم انه دايما اتأمل شخصية عالمية دايما كده اتوقف امامها، كيسينجر. كيسينجر انت بتتكلم في واحد مواليد 23 ما شاء الله، يعني طبقا للسن بتاعه اللي مكتوب في السنة الجاية كيسينجر هيتم 100 سنة، لكنه مازال قادر على التفكير وعلى البحث. هو طبعا بيشتغل ومعاه مجموعة من الباحثين، لكن مازال العنوان باسمه، يعني طالما انه كتاب العنوان باسمه يبقى إذن هو صاحب أفكار وصاحب بحث، أو بيوجه الباحثين اللي معاه يعملوا إيه. إيه كيسينجر في كتاب، الكتاب ده اعتقد انه بقاله يمكن شهر عنوانه الاخير كان بعنوان القيادة، صدر السنة دي، وكيسينجر اختار 6 شخصيات عالمية توقف امامهم بتفاصيلهم من تحديدا في جزء خاص في الكتاب. انا شخصيا واحدة من الناس طبعا مهتمة جدا باللي بيكتب واللي بيكتبه كيسينجر، و
يعني في انتظار انه النسخه تنزل مترجمه بالعربي، لكن طبعا قعدت واتناقشت مع زملاء كتير قوي ليا واصدقاء قروا الكتاب بالانجليزي زي ما هو نازل كده من اوله واخره، تحديدا ركزوا على الجزء الخاص بالسادات. من الشخصيات المهمه واللي كتب النهارده مقاله في مصر اليوم وقراءه عن السادات دكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور محمد، اهلا بيك. مازال كيسينجر قادر على التفكير والبحث، وطبعا انا قلت ان هو معاه مجموعه اكيد من الباحثين دكتور محمد، لكن هو مازال عنده افكار يقدر يوجه بيها البحث. هو مثل الحقيقيه القدره على التفكير والقدره على الابتكار. يعني المعلومات متاحة وما أسهل الوصول إليها، لكن القدرة على يعني تخريج أفكار وإبداع من هذه المعلومات هو ده الحقيقة يتميز في كيسنجر، لأنه الحقيقة بيجمع بين صفتين مهمتين جدا. الأولى إنه هو يعني أستاذ قدير للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، ولكن السياسة الأمريكية دكتور محمد بالضبط يا فندم. لم يكتفي بالجانب الأكاديمي في جامعة هارفارد، ولكن تولى منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وربما يكاد أعتقد هو الوحيد في التاريخ الأمريكي اللي جمع بين المنصبين في نفس الوقت وفي لحظة واحدة. صحيح. فالحقيقة كل ما يكتبه يعني كلام في غاية الأهمية، لازم نتوقف أمامه. صحيح. اختار في كتابه ست قيادات كان ليهم تأثير في العالم كله. تمام. يعني ممكن حضرتك تقول لنا الأسماء سريعة كده، وطبعا منهم كان شخصية الرئيس راحل السادات. الأسماء كان كونراد أدينور المستشار الألماني، مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية، ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي، تشارلي جول الرئيس الفرنسي، ولي كوان يو اللي هو رئيس سنغافورة ويعني اللي مسؤول عن نهضتها الحديثة. صحيح. لما اختار الشخصيات دي الحقيقة كان في ذهنه عدد من المعايير. أحد المعايير إنه كان لهذه الشخصيات تأثير داخلي وخارجي. ليس تأثير خارجي فقط فيما يتعلق بالنظام الدولي، ولكن أيضا تأثير داخلي. وأن هذه الشخصيات لم يكن دورها هو مجرد إدارة شؤون البلاد والحفاظ على الأوضاع كما هي. يعني في بعض الشخصيات أو القيادات هدفها أنها تحافظ على الأوضاع كما هي هادئة. هذه الشخصيات بيسميها شخصيات تحويلية، يعني هدفها تحويل المجتمع إلى شكل آخر، إلى صورة أكثر تقدما، وأيضا تحويل النظام الدولي. وهذه الشخصيات أيضا لها رؤية، بمعنى كل خطواتها حتى لو كانت خطوات بسيطة أو محدودة كانت بتنبع من رؤية كبيرة، من رؤية محددة وهدف كبير يسعوا إلى تحقيقه في نهاية المطاف. ورئيس السادات يعني بتنطبق عليه كل هذه الصفات، وبالتالي كان يعني جنبا إلى جنب مع هذه الشخصيات التاريخية الهامة التي كتب عنها هنري كيسنجر. صحيح. كنت بتناقش مع حضرتك دكتور محمد كمال على أنه جاب الرئيس السادات وتتبعه بالصغر. يعني مش اتكلم بس على ابتدى امتى يفكر وفكره زياره القدس وفكره لا حرب ولا سلام والقصه دي، لا ده تتبعه كشخصيه هو شايف انها شخصيه لازم يتوقف امامها. خلينا نقول للساده المشاهدين اهم ما قاله كيسينجر عن الرئيس الزعيم الله يرحمه السادات. يعني زي ما حضرتك قلتي هو يعني طرد معلومات كثيرة جدا منذ يعني مولد الرئيس السادات وحتى وفاته. لكن هو الحقيقة حب يجمعها في إطار عدد من الأفكار المهمة. منها مثلا فكرة التاريخ، وبيعتقد أنه الرئيس السادات كان متأثر جدا بالتاريخ المصري، وكان ليه رؤية لتاريخ مصر، إن مصر دائما
كانت بتسعى لأن يكون لها استقلالية في الدور. نعم. حتى في الفترات اللي تعرضت فيها في الاستعمار كانت تسعى إلى أن يبقى شكلها مختلف وتستقل في حركتها. وبيقول مثلا أنه الرئيس السادات لما يعني طرد الخبراء الروس كان عقدته أنه العلاقة اللي توثقت جدا مع روسيا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كانت تقيد حركة مصر وتقيد استقلاليتها في الحركة بما فيها الحركة العسكرية في حرب أكتوبر والحركة نحو السلام بعد ذلك. ورؤيته لهذه الاستقلالية هي اللي خليته أيضا ينفتح على الغرب بحيث يبقى عنده مساحة أكبر من الحركة. الفكرة الثانية اللي بيتحدث عنها وبيربطها بالرئيس السادات هي فكرة المصلحة الوطنية المصرية. وأن هذه المصلحة يجب أن يكون لها الأولوية. وإنه مصر مراحل تاريخية معينة كانت يعني بتتحمل أعباء الآخرين أو الأيديولوجية كانت عبء عليها. وبالتالي هو حركته كان يعني الهدف من وراها أو محركها الأساسي هي فكرة المصلحة الوطنية. وبيقول الحقيقة أنه إذا كان يعني حرب 48 كانت المؤثر الأكبر على جمال عبد الناصر. عبد الناصر فإن حرب 67 أثرت عليه بشكل كبير على رئيس السادات فيما يتعلق بمسألة حدود القدرة وتحمل الأعباء. يعني بيقول كل دولة لها قدرات ولا بد أن تعرف قدراتها وأن تستخدم هذه القدرات في تحقيق المصلحة الوطنية. بيتكلم أيضا عن مسألة أنه كل يعني القرارات الكبرى للرئيس السادات سواء في مجال الحرب أو السلام كانت نابعة من رؤية. وعندما كان يعني يعتقد أن الأمور تتجمد في طريق تحقيق هذه الرؤية كان بيستخدم اللي بيسموه أسلوب الصدمات الكهربائية. فهو كان شايف الحقيقة أنه حالة الجمود في أو حالة اللا حرب واللا سلم بين مصر وإسرائيل ضد المصلحة الوطنية المصرية. وكان هدفه في النهاية أن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط. فلما لقى عدم استجابة من إسرائيل ومن النظام الدولي وأن في وفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يمنع حتى الحركة السلمية قرر الدخول في حرب أكتوبر. ولكن عندما دخل حرب أكتوبر كان الهدف هو الجلوس على مائدة المفاوضة. بعد ذلك عندما دخل في تفاوض وبشراكة مع كيسنجر في فض الاشتباك الأول وفض الاشتباك الثاني ووجد أن المسألة تكاد تتوقف وأن هناك دعوة لمؤتمر جنيف وأن مؤتمر جنيف من وجهة نظره كان لن يحقق أي نتيجة. قرر أيضا أن يكسر هذا الجمود بأسلوب الصدمات الكهربائية وقرر أن يقوم بزيارته إلى القدس. فده جزء من رؤيته. جزء من رؤيته أيضا فكرة التدرجية في حل المشاكل. يعني هو اعتقد يعني شيء زي الصراع العربي الإسرائيلي الإسرائيلي الفلسطيني من الصعب حله بين يوم وليلة ولكن من المهم حله بشكل تدريجي وفي إطار تنازلات مشتركة. لأنه أيضا كان مؤمن بأنه ما يسمى بالمباراة الصفرية بمعنى إن أنا أكسب كل شيء والخصم يخسر كل شيء سيؤدي إلى الجمود ولن يحقق المصلحة الوطنية المصرية. ففكرة التفاوض فكرة التدرجية في إطار رؤية شاملة لتحقيق السلام
كان ايضا من اهم الافكار اللي يتبناها. والفكره اللي طرحها كمان وبفكر حضرتك بما كتبته دكتور محمد كمال، فكره خداع الهجوم مرتين لاسرائيل، وانه ده كلفها في كل مره ملايين الدولارات. بالظبط يا فندم، ده كان جزء برضو من تفكيره. هو كان قرر خلاص لابد من دخول الحرب لكسر حالة الجمود او اللا حرب واللا سلم اللي موجودة مع اسرائيل. فالحقيقة خدع اسرائيل بانه عمل تعبئة مرتين ولم يدخل الحرب. المرة الثالثة دخل الحرب، فلما سأل وزير الدفاع موشي ديان بعد الحرب ازاي انت ما عملتش تعبئة في المرة الثالثة، قال لأنه رئيس السادات خدعني في المرة الأولى والثانية. أيوة. وظننت أن المرة الثالثة أيضا لن يكون خداع. لكن الحقيقة أيضا كان في جانب آخر مهم جدا، وهو أنه أرسل مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل إلى واشنطن قبل الحرب، وفي وقت لم تكن هناك أي علاقات دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة. نعم. كي يفتح أيضا نافذة، يعني هو داخل الحرب ضد السلاح الأمريكي. أيوه. اللي أيوه. بتملكه إسرائيل، ولكن في نفس الوقت يعني الذكاء والرؤية والحكمة جعلته يرسل مستشار الأمن القومي إلى البيت الأبيض ليقابل نيكسون وليقابل كيسنجر كي يدخل الولايات المتحدة بعد الحرب في عملية السنة. صحيح. كتاب بشكرك دكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية. شكرا. كتاب يستحق القراءة بشكل عام، وتحديدا الجزء الخاص عن الزعيم الراحل الرئيس السادات. امبارح كان يوم مهم ويوم عظيم الحقيقة، لأنه العالم كله امبارح كان بيتابع حفل اسطوري اتعمل في معبد حتشبسوت بالبر الغربي في الاقصر. فانت بتتكلم على اخبار في غايه الاهميه، انت بتتكلم على قنوات عالميه غير عاديه كانت موجوده، وده كان بمناسبه اليوبيل الذهبي لدار ازياء ستيفانو ريتشي الايطاليه العالميه اللي كلنا عارفينها. الافتتاح او الاحتفال بمعنى ادق كان مبهر جدا جدا. فكرة هذا العرض والاقتراح كان من سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، اللي بتربطه صداقة قوية جدا بمصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي، اللي معروف أصلا بعشقه لمصر وللحضارة المصرية القديمة، لدرجة إن هو ألف كتاب عن الحضارة المصرية القديمة، وكمان هو مهتم جدا بمتابعة النهضة الكبيرة اللي بتحصل في مصر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما شاف حفل وموكب المومياوات الملكي تحمس جدا لفكرة سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، واختار معبد حتشبسوت علشان يكون شاهد على اليوبيل الذهبي لدار الأزياء الإيطالية العالمية. يعني فكرة جديدة لما بتتكلم على أفكار بقى خارج الصندوق، وفكرة عرض أزياء لبيت أزياء من البيوت العالمية الإيطالية المشهور جدا، فخلينا نعترف بأنه دي فكرة جديدة. سيادة النائب محمد أبو العنين طبعا وجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والوزير السياحة والأثار، لأنه تنظيم هذا الحدث العالمي، لأنه كاميرات العالم كانت موجودة يا جماعة امبارح. وأشاد كمان الحقيقة كان في تأمين جيد جدا غير عادي لوزارة الداخلية لخروج هذا الحدث بالصورة المشرفة أمام العالم كله. انت بتتكلم في حفل كان فيه 350 شخصية عالمية، بتتكلم فنانين وبتتكلم في نجوم فن وإعلام عالميين وسياسيين وشخصيات عامة، من بينهم كان الفنان الهندي الشهير. وعايز أقول لحضراتكم أنه أنيل كابور وزوجته
ده كان موجود على الصفحة الرسمية، وجوده لفت النظر وكان موجود على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات، يعني قد كده هو الشخصية وتواجدها في غاية الأهمية، وقد كده هذه القيمة لهذا الحفل ولهذه الفكرة. كمان حضر الحفل 300 ملياردير من حول العالم كله. مطر أقصر امبارح ما شاء الله استقبل 26 طيارة خاصة لنقل الحضور، وقناتنا قناة صدى البلد غطت الحفل ده، وكمان زي ما بقول لحضراتكم محطات إعلامية دولية كتيرة جدا. الاحتفالية بقى تم فيها، وهنا برضو الفكرة جيدة جدا اللي بقول لحضراتكم عليها، عرض أزياء لآخر تصميمات المصمم العالمي. استوحاها منين بقى؟ استوحاها من الحضارة المصرية، وغلب عليها اللون الذهبي والألوان المستوحاة من المعابد والقطع الفرعونية المذهبة، واللون الأزرق بلون النيل ونقوش المعابد. الحفل الختام كان على الأنغام الأوبرالية للعالمي أندريا بوتشيلي، وانفردت شاشة صدى البلد بتغطية خاصة وحصرية لفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لافتتاح دار الأزياء العالمية والحفل المطرب العالمي أندريا بوتشيلي اللي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بمعبد حتشبسوت بالأقصر. وانفردت زميلتنا شيرين سليمان بتقدم برنامج سبوت لايت عندنا بلقاء خاص مع المطرب العالمي واللي هيشارك اللي شارك في فعاليات الافتتاح، واعتقد انه بس زمايلي اكدوا لي انه هتتذاع الحلقه الجمعه، هتتذاع الحلقه الجمعه اعتقد كده. فكره جديده، فكره غير تقليديه، فكره خارج الصندوق، ان انت يبقى يعني بغض النظر انه طبعا العلاقه والصداقه القويه ما بين سياده النائب محمد ابو العنين وما بين وما بين ستيفانو ريتشي دي ساعدت جدا على التواصل وعلى انه الفكره تطلع بهذا الشكل، لكن في النهايه هو فكر فكره خارج الصندوق، فكره غير تقليديه، واتعمل عرض الازياء وهذا الحفل العظيم زي ما حضراتكم شايفينه، وحتى بعوه مع شيرين سليمان يوم الجمعه في سبوت لايت انفراد عندنا على شاشة قناتنا قناة صدى البلد. وإحنا محتاجين الأفكار دي يا جماعة، لأنه الأفكار دي اللي خارج الصندوق اللي بنقول عليها تعمل لنا شغل كمان في السياحة. يعني انت حفلة زي ده وكاميرات العالم اللي موجودة والأخبار اللي نزلت ووجودهم في الأقصر، وبتكلم على كمية بشر ما شاء الله من رجال الأعمال المهمين التقال زي ما بنقول على مستوى العالم كانوا موجودين، بتكلم على شخصيات عامة مهمة كانت موجودة، كل ده تسويق بفكرة جديدة اتعملت في مصر في الأقصر، ودي مردودها يبقى عظيم على السياحة المصرية. زي ما بقول لحضراتكم احنا محتاجين كل واحد عنده علاقة مننا الفترة دي محتاجة شغل على الأرض بقى، مش مجرد منشطات ومجرد كلام، لا، اللي عنده علاقات دولية، عنده علاقات إقليمية، عنده علاقات عربية، ازاي يقدر يعمل حاجة تفيد البلد، هو ده اللي مطلوب. طيب في كذا موضوع، بس خليني اقول لحضراتكم انه قلت لحضراتكم انه انا معايا حاله النهارده، وناخد الحاله ونكمل مع حضراتكم، لانه مصطفى طفل من دمياط، وحاله مصطفى، وانا هعرض لحضراتكم التقرير، بس عايزه اقول لكم انه حاله مصطفى خلتني افكر في مناجدات كتيره قوي، لأنه الولد بيحصل عليه تنمر من زمايله في المدرسة. مصطفى من دمياط عنده 9 سنين حبيبي، هو مولود بعيب إنه ما بيطلعلوش سنان، وقالوا له إنه لا أنت محتاج تتعالج علشان سنانك تطلع، وبيضطر إنه هو كل 6 شهور يركب طقم سنان. تخيلوا، انت بتتكلم في طفل
عنده 9 سنين بيركب طقم اسنان. فده مش يعني مش عارف يمارس حياته، مش عارف يتكلم وحد يفهمه، مش عارف ياكل بشكل طبيعي. فخلينا نشوف التقرير واعود اتواصل مع حضرتكم. مصطفى نادر طفل في 8 من عمره يعاني من حالة صحية نادرة، حيث لم يعد لديه أسنان ولا يوجد لديه جذور للأسنان، وقرر الأطباء أنه سيظل هكذا لبقية حياته ولا بديل سوى أن يستخدم أطقم طبية. ونظرا لكونه طفل فهو يحتاج إلى طقم للأسنان كل 6 أشهر ليتناسب مع نمو الفكين، غير أنه يحيى منذ أكثر من عام بدون طقم للأسنان نظرا لأنه يتكلف مبلغا كبيرا ولا يجد والده ما ينفقه كي يحيا مصطفى حياة طبيعية. هذا فضلا عما يلقيه مصطفى من تنمر من زملائه يترك لوالده ألما نفسيا عبرت عنه دموعه. من سن 2 ابتدى النابين دول يطلعوا في النص، في نص الفك العلوي، فساعتها الأطباء احتاروا يعني في الموضوع دوت ازاي نابين يطلعوا في نص الفك العلوي. رجع بعد كده النابين دول اتخبطوا ووقعوا واتعمل اشاعات عليه. تقرير الاطباء كلهم ان من الناب للناب والاسنان اللي بينهم مش هيطلعوا، هم بيقولوا كده مدى الحياه يعني مش طالعه خالص، ما لهوش جذور. فالتقرير الطبي بيقول ان اطقم السنان علوي وسفلي من ماده الاكلير ده يتعمل كل 6 شهور لحين بلوغ سنه سن ال 18 بيبقى يا طقم اسنان دايم يا اما بيعمل زراعه اسنان. طقم السنان دوت بيقعد 6 شهور، احنا عملناه يمكن 4 مرات تقريبا وتكلفته عليها وانا ما اقدرش على التكلفه والله. وكل مره بيتكلف مبلغ من حاجه لحاجه، لان يعني انا كلمت الدكتور المختص بتاعه قال لي هو مثلا بيعدي ال 20,000 جنيه، انا كنت عملته باقل شويه بس في اماكن يعني وبمساعده ناس هم اللي عملوا. حسيت طبعا العجز اللي انا مش قادر اعمل له حاجه، انا فعلا مش قادر اعمل له حاجه. ان شاء الله انا فعلا مش قادر اعمل له حاجه. اوقات كتير بيقعد يقول لبابا انا ما اطلع لي السنان ليه. بعض الاطفال طبعا بيضايقوه، بيرجع طبعا زعلان يقول لبابا بيقلسوا عليا، بيخلوني مثلا يتكلموا يقولوا هو انا ما اطلع لي السنان ليه، بيقلسوا عليا مثلا انا مش عارف انطق حروف مش عارف حاجه كده. بنلعب حياة ده الشنين وهو لو بتنطط وانا جامد يقطع بيك الشنين يول كيو طيوه. مصطفى من دمياط زي ما قلت لحضراتكم، وهو مولود عنده مشكلة في السنان، وإنه يركب كل 6 شهور طقم سنان ده صعب على أهله قوي، لأنه ظروف أهله المادية مش قادرين يعملوا ده. والدكاترة قالوا له إنه لازم زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير كده إنه كل 6 شهور يركب الطقم ده، لكن زي ما سمعته أبوه بيقول أنا قدرتي المالية ما أقدرش أعمل ده. وجعتني قوي غير حالة مصطفى جملة أبوه وهو بيقول إن مصطفى بيقول له أنا أصحابي في المدرسة بيقلسوا علي.
بيقلسوا عليا دي اللي احنا بنقول عليها التنمر يا جماعة. فمبدئيا انا بناشد وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار. دكتور خالد عبد الغفار هو طبيب أسنان أصلا ووزير صحة، فبنجده أنه يشوف حل لحالة مصطفى، لأنه قدرات أبوه المادية مش قادر يعمل أي حاجة. فبنشد وزير الصحة أنه يعني يشوف مصطفى ويشوف حالته إزاي، وإزاي نقدر نساعده على أنه يا إما يتركب له طقم السنان اللي الدكاترة قالت عليه، أو لو ممكن زراعة لسنانه دلوقتي يبقى شيء عظيم. بناشد كمان الحقيقة كل أولياء الأمور بمناسبة التنمر اللي حصل والتقليص على مصطفى، زي ما أبو قال باللفظ كده في المدرسة من أصحابه. ربوا ولادكم وفهموا ولادكم إنه التنمر والتريقة على أصحابهم بيأذيهم نفسيا قوي، وربي ولادك وربي ولادك على أنه أنت مش بعيد على أنه كان ممكن يحصل لك نفس اللي حصل لمصطفى، فما تتريقش عليه ولا تقلس عليه أبدا. وبقول كمان كلمة الحقيقة لوزير التعليم دكتور رضا حجازي، وده بمناسبة بداية الدراسة، وبمناسبة أنه والد مصطفى قال أن أصحابه في المدرسة بيضايقوه، مش كفاية أنه مش عارف يأكل، مش عارف يتكلم، ما بيتكسف أنه هو يتكلم قصاد حد، لكن لأ بيتريقوا عليه. فأرجوك وزير التعليم دكتور رضا حجازي أنك تخلي كل مدير مدرسة الصبح في الطابور، في طابور الصباح، أنه يحذر من تريقة التلاميذ على بعض وتريقة الطلبة على بعض اللي احنا بنقول عليه التنمر. أرجوكوا، ده شيء مهم جدا، لو تعلموا قد ايه ده بيسيب أثر نفسي سيء على مدى الحياة، مش هتقدروا تعملوا كده خالص، لا ضميركوا ولا دينكوا هيسمح لكم بده، أيا كان دينكوا هو ايه. طيب خليني أروح لأخبار تانية. وامبارح الحقيقة الموقف والنهاردة الصبح تطور جدا في أوكرانيا، وخمسة وسبعين صاروخ على أوكرانيا، كيف تتوعد بالرد والانتقام. أحداث بتتطور بشكل مخيف، يعني في فترات كده من بداية الأزمة وبداية الحرب الروسية الأوكرانية العالم كان مهتم قوي بيها، وبعد كده كل واحد اتشغل في حاله لأنه تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم سيئة، على كل العالم، كل اقتصاديات العالم واقتصاديات الدول الكبرى كانت سيئة جدا. فكله انشغل في نفسه، إزاي هيأكل شعبه، وإزاي الدنيا حتدور، وإزاي مصانع بتقف، إزاي يدورها، فترة كده كله انشغل في نفسه، ورجع تاني الاهتمام نتيجة إنه الموقف بيتطور. وللأسف واضح إنه أبعاد الحكاية سيئة، لأنه تقرير امبارح شفته أنه في ناس بتتوقع أنه استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قد يمتد لسنوات. ده صدمني، فإنه كل الدول بدأت تتعامل على أنه الحرب دي مش هتخلص زي ما كان بيقول البعض سنتين أو ثلاثة. لا، البعض بعد التطورات اللي بتحصل يتوقع أنه الحرب دي هتستمر السنوات. خليني اخد رأي دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. الو نعم. الو دكتور سمير. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور سمير. اهلا دكتور سمير. الاحداث بتتطور بشكل مرعب الحقيقه وبشكل مخيف. النهارده بعد ضرب الجسر اللي بيربط بين روسيا والقرم، النهارده روسيا ردت بقصف اوكرانيا ب 75 صاروخ، وفي تصعيد كبير جدا بيحصل. خلينا نشوف الخرايط كده مع دكتور سمير ويشرح لنا ويقول لنا شايف الموقف ازاي. ومش عارفه حضرتك سمعتني ولا لا يا دكتور سمير، فكره انه بعد دلوقتي التوقعات بدات تروح لسنوات في امتداد هذه الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، لانه ما حدش عارف كل واحد اهدافه هتتحقق امتى. اتفضلي يا فندم. تمام.
ارجو ان تكون خرجت لو طلعت يبقى كويس يعني. هتطلع طلعت حالا ايضا. طب الوضع يا فندم في روسيا اهي قدامنا الخريطه. ايوه هنشوف المشكله كانت الفتره دي هي شبه جزيره القرم اللي تحت دي اللي باللون البني الفاتح. روسيا واوكرانيا كانوا دوله واحده ايام الاتحاد السوفيتي. نعم. وجا خروشوف راح مدي شبه جزيره القرم دي الى اوكرانيا من روسيا. نعم. على اساس انهم دوله واحده. على اساس ان تبقى مسيطرة على بحر ازوف والبحر الاسود اللي تحت. نعم. بعد انفصال روسيا وعن اوكرانيا وانفصل الاتحاد السوفيتي بدأت روسيا تقول انا عايزة شبه جزيرة القرم بتاعتي. ولكن في 2014 روسيا قامت بعملية عسكرية واستولت على شبه جزيرة القرم. بعد يومها بقى العالم الاوروبي كله فرض عقوبات على روسيا. نعم. لو جينا بصينا تحت كلمة أزوف دي اللي هي اتصال روسيا بشبه جزيرة القرم الحتة دي كانت واسعة وكانت بحر. فجاءت روسيا وراحت عاملة بوتين وراح عامل كوبري أطول كوبري في أوروبا طوله 19 كيلو عشان يوصل روسيا بشبه جزيرة القرم وتبقى بقت حتة من روسيا تاني غصب عين كل الدول الأوروبية. نعم. وهذا عمل احتفال كبير. هذا الكوبري كلف 3 مليار دولار. عمل احتفال وبوتين سأل العربية اللوري بنفسه. أيوة. واحتفال كبير. بعد كده بدأت الحرب الروسية الأوكرانية. كان عندنا لوغانسك فوق ودونسك دولت جمهورتين منفصلين. فنشوف اللوحة الثانية اللي بعد كده. نعم. بدأت روسيا بعد 6 أشهر استولت على 20% من الاراضي الاوكرانيه اللي هي باللون الاصفر دي قدامنا كلها روسيا خدتها بعد 6 اشهر. نعم. الفتره اللي فاتت هنلاقي ان اللوحه اللي بعد كده في الشهر اللي فات روسيا راحت عملت انتخابات واستفتاء في 4 مناطق 2 جمهوريات اللي هي لوغانسك فوق اهي ودونسك وزابورجيا وخرسون. دول الاربع نقول 2 جمهوريتين ومقاطعات وعملوا استفتاء انهم بينضموا الى روسيا وروسيا ضمت الاراضي دي الى دولة روسيا الاتحادية. طبعا الفترة اللي فاتت بعديها اوكرانيا عملت هجمتين مضادين واستعادت بعض الكرة في الكرة اللي خدتها روسيا. وروسيا ما استجابتش ليه؟ نقف شوية كده ونشوف كل استراتيجية دولة امريكا والاتحاد الاوروبي او حلف الناتو من ساعة ما بدأت الحرب قالوا احنا لن ندخل في قتال بين روسيا وبين اوكرانيا. ده واحد. امريكا عاملة استراتيجية اطالة مدة الحرب. ليه؟ اي حرب بتستهلك الاقتصاد بتاع الدولة طبعا. فروسيا طبعا. فروسيا طبعا الوقت احنا بقينا في الشهر الثامن فبدأ في استهلاك. في ناس تقول لك لا مفيش استهلاك ده الروبل عدى وعلي عن زمان. ايوه عالي ليه؟ لان الغاز والبترول اولا ساد. الحاجه الثانيه فروسيا بتصدر غاز. الحاجه الثانيه ان روسيا قالت انا هبيع الغاز بتاعي بالروبل. فالروبل زاد. لكن اقتصاديا لا تعبت. انا متاكد ان من يوم 24 فبراير روسيا لا عملت مدرسة جديدة ولا مستشفى ولا طرق ولا اي استثمارات للي كل المجهود متوجه ناحية ايه؟ المجهود الحربي. نعم. وده في اي دولة. نعم. لما حصل كده بدأت روسيا تقول طب خلاص بدأت تخش معركة جديدة وهي معركة حرب الغاز. لان ياريت كنا جبنا الصورة التانية 49% من احتياجات اوروبا من الغاز بتاخدها منين؟ من روسيا. أيوة. وبدأت روسيا تقفل انابيب الغاز والخطوط الغاز على اوروبا وبتقول سيكون شتاء قارس على اوروبا. وان روسيا في هذه الفترة بتقول ايه؟ ان انا هقفل على روسيا الغاز. اذا التدفئة هتبقى صعبة في اوروبا. فهنا الشعوب تقوم على الدول. ده الرهان بتاع روسيا. فوجئنا الاسبوع اللي فات اللي من 3 ايام ان اوكرانيا راحت ضربة الكوبري اللي بين اللي عمله بوتين ما بين روسيا وشبه جزيرة القرم. بعملية طبعا ارهابية. عربية محملة بالمتفجرات ماشية فوق الكوبري وظبطت نفسها مع قطار محمل بالمواد البترولية. فطبعا
كانت نقول ضربه موجعه لروسيا. ايوه. واحنا امبارح اتسالنا اول امبارح اتسالنا في كل الحاجه، فانا قلت ان طبعا روسيا هتقوم برد حاسم، وزي ما شفنا من دلوقتي كان بوتين جمع المجلس القومي لروسيا. أيوه. ولما يكون كده بقى المجلس القومي ده فيه وزير الدفاع وزير الخارجيه وكل الوزراء المهمين عشان اتخاذ قرارات مهمه. ايوه. وكان التحليلات كلها اول امبارح انه هيضرب في نووي، وانا قلت ما فيش نووي هنضرب، ولازم يا جماعه نبقى عارفين فيش نووي هينضرب. هتوقف مع حضرتك هنا. أفهم. طوال امد مهما طال امد الحرب افندم، مهما طال امد الحرب مهما طال امد الحرب النووي يا مدام عندنا. نعم. عندنا نوعين من النووي. نعم. اولا ده الكوبري لما اتضرب، وده احنا شايفين اهو. نعم. الكوبري ولع لان كانت العربيه المحمله بالمواد المتفجره، وكانت ضبط نفسها مع قطر شايل وقود، فطبعا حصل الكلام. لكن هو في ظرف 24 ساعه رجعت حاله الكوبري مره اخرى. انما كانت ضربه موجعه الى روسيا. وانا قلت اول امبارح في كذا محطه عربيه ان بوتين لن يترك هذا الموضوع يمر مر الكرام باللفظ كده. نعم. وانا قلت انه هيتم وقد كان ضربه موجعه لاوكرانيا. طيب. ونرجع تاني للنووي. النووي يا مدام عز عندنا حاجتين. في هجوم نووي. نعم. ودي انش انه يحصل في العالم، لان روسيا عندها اكبر مخزون نووي يدمر العالم كله. تمام. امريكا وراها برضه يدمر العالم كله، اذا دخلنا في حرب نوويه انتهينا كلنا. أيوة. فما فيش حد هيضرب نووي. تمام. انما هناك القنبله الذريه التكتيكيه صغيره. واولا روسيا عندها مبدا دي عقيده ان استخدام النووي امتى. أيوة. تستخدمه اذا هوجمت ارضها وجواها وهدد امنها القومي. صحيح. صحيح. عشان كده طبعا امريكا كانت نبيهه جدا. وهي بتدي سلاح لاوكرانيا، اديتها سلاح دفاعي. أيوة. حتى لما خدت الهيمارس اللي مداه 80 كيلو قالت له هتقضيها ولكن ما تضربوش العمق الروسي. ايوه. لان مش عاوزين الموضوع يتصارع. طيب دكتور سمير. فندم. شايف بعد اللي حصل النهارده تطورات الموقف ايه؟ اولا روسيا النهارده ضربت ضربه قويه جدا بضربه صاروخيه بيقال انها 80 صاروخ، ضربت كييف، ضربت معظم الكور الرئيسيه. ولو رجعنا الخريطه تاني هنلاقي لاتيف اللي فوق خالص اللي جنب بولندا اتضربت ضربه شديده جدا، لانها بتيجي الاسلحه من اوروبا من بولندا، فضربت كل الاتجاه. طب احنا رايحين فين؟ عند كييف ناحيه بولندا كده في بلد اسمها لاتيف، دي رئيسيه، دي كانت احد الضربات الموجعه النهارده من روسيا ضد اوكرانيا. اللي حصل دلوقتي احنا الضربه دي تمت ودي كانت ضربه موجعه الى اوكرانيا. واعتقد انها ارست ودن شديده. هيحصل ايه بقى بعدها؟ اللي حصل اللي هيحصل بعد كده انا بقول ان الشتاء داخل. أيوة. وروسيا لا تريد ان تزيد اعباء القتال، لان برضو الذخيره اللي بتستخدم طبعا عايزه لها طبعا قطع غيار، وعايزه هم عاملين العقوبات برضو جديده وتاثر. نعم. عليها. فمن المنتظر اذا اوكرانيا قامت باي حاجه ثانيه، واشك انها تقوم باي حاجه ثانيه، فانها روسيا هتنتظر. احنا داخلين على الجنرال برد. الجنرال برد هو الظهر اللي هتلعب ليه روسيا في الفترة القادمة. وبدأت النهاردة تنزل درجة حرارة الاثنين تحت الصفر. فبتلعب بهذا الكلام. طبعا الاتحاد الاوروبي النهاردة قال انه هيدعم اوكرانيا، ولكن بزيلت اقول لحضرتك ان كل الدعم العسكري هو دعم دفاعي. اسلحة دفاعية. مش اسلحة هجومية. يعني اوكرانيا طلبت من المانيا الدبابة ليوبرد 2. قالوا لها لا. طلبت انها تاخد من بولندا اللي جنبها كده الميج 29، وامريكا تديهم مكانها الميج 9 الاف 16. لان الاتحاد او الغرب مش عايز المعركه فيها انتصار. عايزه تطول لاستنزاف واضعاف روسيا. بالظبط. نعم. نعم. فعشان كده زي ما قلت المعركه هتستمر الفتره اللي جايه، ولكن اللي هيحسم المعركه هو جنرال برد خلال الثلاث اشهر القادمه. هل المجتمع الاوروبي
يعني هيستحمل البرد ولا هيثور على حكوماته. احنا مالنا ومال اوكرانيا، احنا عايزين نعيش وعايزين كده. ويكفي النهارده كمان ان امريكا رفعت اسعار البترول، صحيح. وعلى الجانب الاخر السعوديه في اوبك بلس صفضت الانتاج، فالعمليه داخله في دور شديد. ولكن انا كتبت مقاله من الاسبوع اللي فات ان الثلاث اشهر القادمه هتتحكم في مصير الاحداث في العالم في الفتره القادمه. ربنا يستر يا دكتور سمير. بشكرك يا رب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ومفكر الاستراتيجي دكتور سمير فرج بيستبعد الرد الاوكراني. طيب معانا دكتور زي حواس يا شباب. الو، معانا دكتور زي. دكتور زي، دكتور زي. طيب خلينا نتابع كده ونشوف رأي دكتور زاهي ايه. كنت بكلم مع حضراتكم من شوية على فكرة الحفل اللي تبعه، الحفل الأسطوري اللي تبعه العالم كله، اللي كان معمول في معبد حتشبسوت بالبر الغربي، اللي كان فكرة سيادة النائب محمد أبو العنين. فمهم كان يبقى معنا دكتور زاهي حواس، بنحاول نتواصل معاه علشان نشوف ازاي نستثمر ده في التسويق السياحي لمصر. دكتور زاهي، دكتور زاهي مساء الخير يا فندم. ازيك يا ست عايشه؟ ازي حضرتك يا دكتور زاهي، وحشني. اخبارك ايه؟ ان شاء الله بخير. انا كويس ربنا يخليك، اهلا وسهلا. دايما يا رب. امبارح كنت موجود حضرتك في هذا الحفل العظيم الاسطوري، ويهمني اسالك دكتور زاهي ازاي نستثمر حفل. بس هو الاول انا عايز اقول يعني ان ستيفان ريتشي انا ومحمد ابو العين نعرفه من اكثر من 25 سنه. 25 سنة. وقدرنا ان احنا يعني كده ممكن تجيبوا لنا تخفيض. ها، ما تخليني عايز اتكلم، انت بتقاطعيني ليه؟ حرام عليكي، اديني فرصة اتكلم. بس عايز استفيد بس، قول يلا. طيب تموت كنت تسمعيني وبعدين مخلص تكلمي. لكن انت بتقاطعيني وانا مش عارف اتكلم. خلاص انا انا سكت خلاص. يلا اوكي اتفضل. اقنعناه من 25 سنة جه الاقصر وعملنا له كتاب بيتكلم عن اللكجري بتاعت الاقصر وجمالها وحلاوتها. وبعد كده انا خدته متحف المتروبوليتان، عمل احتفال ضخم هناك بالازياء بتاعته. اقنعناه بقى المره دي بدل ما اروح اي بلد ثانيه لا يعمل احتفال في مصر. فالحقيقه الاقصر كانت هو المكان اللي بيحبها. عمل اول يوم حفل ضخم جدا في معبد الاقصر، كان حاجه اسطوريه على اعلى مستوى. الصبح ثاني يوم انا عملت لهم محاضره عن اثار الاقصر. وبعدين خدناهم وادي الملوك، داروا المقابر وداروا مقبره نفرتاري. وبعد كده بدأ الاحتفال الجميل اللي على في معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري. عمل عرض أزياء رائع وغنى بوتشيلي على أعلى مستوى، كانت ليلة ساحرة. وبعد كده خدنا عشاء في مدينة يابو. شوفوا أهم حاجة يا عز هانم، أنا جاي معاه 30 طيارة خاصة نزلت مطار الأقصر. شوفي ده يعمل إيه. نمرة اثنين، نمرة اثنين، 32 صحفي من أعظم صحف ومجلات العالم. نملة ثلاثة، 400 شخص عالمي على أعلى مستوى. العائد بقى علينا إيه بقى؟ سياحة على مستوى عالي جدا. لو دفعت ملايين الجنيهات والدولارات عشان تعمل دعاية في السي إن إن، اللي حصل امبارح ده أعظم دعاية للسياحة المصرية. ولازم تستعد لشتاء ساخن من اعداد السياحه اللي تتفاوض على مصر، هتيجي مصر، لان طبعا كل الصحف هتكتب ارتكلز ومقالات مش عن ستيفانو ريتشي بس، لا وعن الاقصر وجمال الاقصر والسياحه في مصر. فانا شايف ان ده عائد على اقتصاد مصر على اعلى مستوى. والليله الساحره البارح واول امبارح حاجه اعتقد احنا محتاجين عشان نعمل سياحه، محتاجين نعمل مهرجانات عالميه. أيوة. لها صوت عالمي في العالم كله. اتفضلي بقى قولي انت عايزه تقولي ايه. لا خلاص بقى مش هقول لك حاجه خلاص. لا اصل انا الفكره عجبتني لانها غير تقليديه، وعرض بيوت ازياء عالمي ايطالي العالم كله عارفه في الاقصر شيء عظيم يا دكتور زي. محتاجين طبعاً الافكار دي، افكار الافكار الغير تقليديه دي عظيمه حقيقي. لكن تتوقع انه سياحه كويسه تيجي؟ طبعا. ولا لا ما فيش مكان في الاقصر، ما فيش مكان. فاضي النهارده بحجز اثنين اصحابي في اوتيل. ما فيش مكان. أيوة. في نوفمبر. أيوة. ما فيش مكان. أيوة. فانا سعيد جدا والله، ودي حاجه مصر محتاجاها. صحيح. لان احنا محتاجين اقتصادنا يقوى باذن الله، وهيقوى باذن الله بامر الله. وهتجيب لي تخفيض؟
عينيا لك دي. اوكي اشكرك دكتور زاهي حواس العالمي اللي يعني ما شاء الله عليه الله اكبر، فيش حد في العالم على مستوى العالم ما يعرفش اسم زاهي حواس، ولما بيتكلم على فكره سياحه جايه وكلم اتنين من اصحابه وشوف ما لقاش مكان في الاقصر، اللهم امين يا رب يبقى كله كومبليت كده وكله السياحه ماليه مصر كده كلها. فكره ما زلت بتكلم على الفكره، الفكره هي الاساس. حاله من الغضب بسبب كتاب احمد زكي. سكاي نيوز كاتبه جدل وغضب بسبب كتاب احمد زكي 86 حاصل بعد هذا الكتاب. بعد الكتاب حاصل مناقشة وديبيت ما بين أسرة أحمد زكي تحديدا أخته ومؤلف الكتاب. إحنا بنتكلم يا جماعة في أحمد زكي، أنا هنا مش بتكلم على الكتاب ككتاب 86 و اللي مكتوب فيه، لا بتكلم على أحمد زكي لأنه أحمد زكي اسمه مهم وجزء مهم من تاريخ الفن المصري. أي حاجة هتتكتب عن أحمد زكي لازم هتكون لازم تكون دقيقة لأنه هيعتبر أرشيف. يعني أي جهة بتكلم هنا بحثية بقى أو أجنبية هتعمل دراسة عن الفن المصري فترة معينة، ودي اللي عاش فيه أحمد زكي الله يرحمه، لازم هيذكر اسم أحمد زكي. فمهم جدا إن ما يكتب يكون بالفعل حقيقي وصادق لأنه هيصبح أرشيف. خليني أرحب ناقد السينما الكبير أستاذ طارق الشناوي. أستاذ طارق مساء الخير. أهلاً أهلاً، إزيك مدام عزة؟ أهلاً بيك، أهلاً بيك الحمد لله. شايف إزاي الديبيت أو الجدل اللي حاصل ما بين أخت الفنان أحمد زكي وما بين مؤلف الكتاب كتاب أحمد زكي 86؟ الحقيقة بداية أنا عايز أقول إن الأستاذ محمد توفيق مؤلف الكتاب أيوة رجل محترم ورجل أرشيفجي ناجح جدا ودقيق جدا، وكتبه اللي قبل كده حتى كلها عبارة عن توثيق لزمن هايل. فبالتالي يعني ما اقدرش لا نستطيع ان نشكك، فما بالك بانه فعلا الخلاف انه بين احمد زكي او الجزء النفسي العميق داخل احمد زكي تجاه السيده العظيمه امه كان مؤثر عليه. والاستاذ الكاتب الكبير عادل حموده كان مرافق لاحمد صحيح في الفترات الاخيره طبعا. وحكى ازاي قعد يقنع احمد بانه امه لازم تخش عليك، جات المستشفى كأي أم وحصل ردود فعل. أنا عايز أقول لك الأشياء البسيطة دي هي عمق الإنسان. التفاصيل دي في الآخر أحمد زكي أنا ما حضرتش طبعا المشهد، لكن مؤكد إنه أم وابن وحب وكل حاجة، فما أعتقدش إنه المشهد ده أو الموقف ده في نفسية الطفل طبعا لما امه تسيبه او تتجوز ايه دي مساله سيكولوجيه ممكن يترسب جواه بعض مشاكل، لكن وقد واحنا دايما نقول لك ايه في علم النفس الطفل ابو الرجل. يعني معناها ان وانت راجل كبير اللي بيحكمك الطفل اللي هو مثلا كان عنده مشكله في كذا احساس سلبي تجاه وهكذا. فاحمد ظل متاثرا بالجزئيه دي، ما كانش عنده حق قطعا يعني كان يجب ان اتجاوزها من زمان، لكنها معنى اللي حضرتك بتقوله انه الاستاذ محمد توفيق ما كتبه حقيقة اللي طبعاً هي معترضه عليه اخت الفنان احمد زكي. واحمد قاله كتير احاديث والاستاذ عادل حموده ذكر وقائع تفصيليه من داخل المستشفى، فما كانش يعني داعي لكل ده، خاصه قبل كده من حوالي 3 سنوات او اقل قليلا لما كان الكاتب الكبير بيشيل الديك هيعمل حياة أحمد زكي في عمل درامي. أيضا السيدة شقيقته لها كل الحق طبعا وكل الاحترام، قالت ما معناه لازم أقرأ السيناريو ولازم نعرف إيه الحكاية، يعني في توجس مسبق عادة عند الورثة لأي شيء متعلق بالجانب الشخصي، وده دي ثقافة عربية ما في ده مش موجود، يعني دي ثقافة عربية إن إحنا بنخاف قوي من أن تقتحم الحياة تناول الحياة الشخصية صحيح ده مع الاسف جزء وفي اعمال كثيره، يعني ام كلثوم مثلا هذا المسلسل العظيم كان يخشى الاقتراب من اي شيء شخصي شخصي. الاستاذ محفوظ عبد الرحمن كان يتوجس
نعم. لانه يقترب من حاجات كانت موثقه. حتى الشعراوي حياه الشعراوي ما تطرقوش لاي شيء شخصي. طيب هرجع لاحمد زكي. اسمع اسمهان فقط أسمهان. عمل درامي دخل بكل صراحه وتكلم حتى عن وعشان كده نجح لا وام كلثوم نجح بالمناسبه طبعا نجح طاغي بس اقصد لقوه ام كلثوم ولانه هي في الضمير الجمعي العربي كله صحيح. لها حاله استثنائيه مغلفه باسطوره يعني ام كلثوم عندما تقتربي من الانسان قد يجرح هذا الاقتراب المتلقي مش الورثه بقى نظرا لانه ام كلثوم عليها نزعه اسطوريه ده موضوع طيب. تاني بقى خليني يعني ارجع للامبراطور ارجع لاحمد زكي والكتاب اللي الفه الاستاذ محمد توفيق. حضرتك شايف انه ما كتبه الاستاذ محمد توفيق صحيح ولا لم يجانبه الصواب على الاطلاق؟ بالعكس لم يجانبه يعني الصواب يعني هو تمام. كان صائبا في كل ما ذكره لانه كلها وثائق ولا ينال ما ذكره من احمد زكي ولا من الورثه ولا اي حاجه يعني الامور ابسط بكتير من ان تثار حواليها كل هذه التفاصيل. طيب حضرتك تقول ايه لاسره الفنان احمد زكي؟ حضرتك كده اشدت وقلت انه ما كتبه الاستاذ محمد توفيق مؤلف الكتاب احمد زكي 86 انه ما غلطش ولا قال حاجات خطا ما حصلتش يعني عند احمد زكي. مش عايز انه تقول ايه اللي بص مش بس أسرة أحمد زكي، أغلب الأسر الفنية لديها هذه الحساسية إنه في النهاية هم بشر يعيشوا مثل كل الناس يخطئوا ويصيبوا يحبوا ويكرهوا يتخانقوا يتعصبوا يعني عايز أقول هم بشر فيجب أن يعاملهم المتلقي أيضا كبشر والأسرة يجب أن تدرك ده لكن إحنا إحنا يعني ورثة تفاصيل مع الأسف خلينا شايف ان احنا نتجاوز عن مساله انه ما يكتب عن الفنان لازم وبالذات الجزء الشخصي المثير للجدل تمام. بشكرك استاذ طارق الشناوي ومعنى كلام الاستاذ طارق انه ده اللي انا كنت بقوله انه اي حاجه تتكتب عن احمد زكي لانه احمد زكي رقم مهم في تاريخ السينما المصريه لما يحصل اي ارشيف او اي حد من الباحثين عايز يتكلم عنه لازم هيرجع لكتاب احمد زكي 86 للمؤلف محمد توفيق وانه ما كتب في الكتاب ما فيهوش اي حاجه يعني تضر او تسيء لفنان احمد زكي او لامه او لاسرته. عايز اقول لحضراتكم قبل ما اختم انه ضمن مبادره دكان الفرح صندوق تحيا مصر نظم معرض لرعايه 2000 طالب بجامعه جنوب الوادي. ريت نشوف الصور كده قبل ما نختم يا جماعه لانه هي دكان الفرح ده بيدخل البهجه والسعاده ومجهود الحقيقه بيقوم بيه وبيقدمه صندوق تحيا مصر وباستمرار للمبادرات الإنسانية اللي صندوق تحيا مصر الحقيقة بيعمله. انت بتتكلم على معرض توفير ملابس لنحو 2000 طالب بجامعة جنوب الوادي وهدية ليهم من الصندوق يعني إحساس جميل وزي ما بقول كده استمرار للمبادرات الإنسانية ودكان الفرحة أتمنى إن هو يجوب كل الجامعات المصرية. بشكر حضرتكم واشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.